السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا سوف نتحدث في الدرس عن كاسكيد ستار شيتس كومنتس، وكومنتس باللغة العربية هي كيف نقوم بإضافة كومنتس أو ملاحظات أو نوتس كما يقال أو يشاع بدون أن تظهر في الكودينج. وحتى نقوم بذلك كالمعتاد نذهب إلى صفحة الكودينج ونأتي هنا إلى ملف السي اس اس. هنا نتحدث عن كومنتس داخل السي اس اس وليست كومنتس داخل ملف اتش ام ال. هنا إذا جئنا حتى نميز بين HTML و CSS، هنا كما تشاهدون هذه هي الكومنتس او النوتس في ال HTML. هنا بال HTML تبدا النوتس بهذه الاشاره واشاره التعجب ومن ثم داش داش، وتنتهي ايضا بداش داش واشاره الاكبر. جيد، بهذه الطريقه يمكن عمل كومنتس او ملاحظات في ال HTML، وتكون اما سنجل لاين او مالتي لاين بهذه الطريقه، ودائما وابدا هكذا يتم كتابه الكودينج في ال HTML. ولكن هنا نتحدث عن كيف يمكن إضافة CSS comments، بمعنى comments notes في ملف الـ CSS. هنا ملف الـ CSS كما تشاهدون هو styles.css، بمعنى styles interpret. حتى نقوم بذلك هنا يتوجب علينا تحديد أن لدينا هنا single line comments. حتى نقوم بذلك موضوع جدا بسيط، نقوم بعمل backslash و asterisk وهي نجمة بمعنى، ثم spacing و asterisk و backslash. هكذا يمكننا إضافة single line comments. هنا نقوم بكتابة single line comments single line comments in CSS 3 بهذا الشكل حتى تكون CSS 3. وهنا يمكن أيضا إضافة أو في نفس السطر فقط هنا declare this is a declaration declaration this is declaration of CSS 3 بهذا الشكل على سبيل المثال. إذا هكذا نقوم بعمل comments as a single line. ماذا لو فكرنا في إضافة multi line comments؟ موضوع جدا بسيط، نقوم بعمل backslash بهذا الشكل، نقوم بعمل asterisk وهي المقصود فيها نجمة، وانتر انتر انتر، وهنا نقوم بعمل asterisk وباكسلاش بهذا الشكل، ونكتب هنا مجموعة من الكومنتس الخاصة بال HTML. This is multi-line comments in CSS 3 بهذا الشكل. جيد، ماذا لو فكرنا مثلا أننا نقوم بكتابة مثلا كوبي هنا مثلا، ونقوم بعمل بيست مثلا لمثلا P2 على سبيل المثال كمثال، أو مثلا نقوم بإضافة مثلا H2 مثلا على سبيل المثال. وهنا بعد فترة أو عند كتابة لهذا الكود رغبت في عمل كومنتس له والعودة له لاحقا ربما لتحويله إلى كود يعمل. هنا يمكن من خلال كنترول باك سلاش أو كوماند باك سلاش حسب الجهاز. فهنا مثلا أنا شخصيا جهازي ماكنتوش ماك برو، أقوم باستخدام كوماند باك سلاش والتي هي إشارة الباك في عند علامة الاستفهام، أو أن نقوم إذا كان جهازي ويندوز نقوم باختيار كنترول وباك سلاش. بهذه الطريقة يمكن عمل كومنتس لمحتوى معين. عند إضافة كومنتس لمحتوى معين، فهذا المحتوى أو هذا النص أو هذا الأمر أو هذه الوسوم أو هذا السيلكتور والبروبرتي والفاليو لا تأثير لها إطلاقا في ملف السي اس اس، ولن يكون له أي تأثير على الملف الذي نقوم بالعمل من خلاله. فهنا نأتي إلى هنا ونقوم بعمل ريفرش تحديث، وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير أو أي تعديل. على كل الأحوال هنا على كل الأحوال كما تشاهدون معي، هنا هذا ملف الـ HTML. هنا بالمناسبة سوف أقوم بإضافة جميع الملفات وجميع المحتوى الذي أقوم بكتابته ومشاركته معكم في هذه التمارين من خلال الدورة ومن خلال الدروس في لارافيل كام أو في أي منصة تعليمية يتواجد بها هذا الدرس. إلى هنا نراكم في الدرس القادم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.